الاول مره يلا طب لو قلت لك عايزك تعرض لي البيانات بتاعتهم سواء كانت الرانك بتاعتهم دكتور او مستر ومرتبهم اقل من او يساوي ال 4000. خد بالكم بقى من الايه، من المعلومه جايه ازاي. ماشي تعال نشوفها كده مع بعض. ادي اهو اللي فات كانت سهله، بس بنعملها عشان نبقى جربنا نط. يعني لو قلنا الرانك الاول، الرانك بتاعنا يكون مستر صح؟ اور الرانك يكون ايه؟ دكتور صح؟ قال بالسالري اكبر من اصغر من، هو اصغر من بس 4000. ماشي عملنا جو. تعال بس نشوف بس الناس اللي سرحانه. على فكره ممكن هم قايل لاي حد ومحلها انت. شوف بس هو مش معانا اصلا، احنا بنحل ايه؟ واخد بالكم؟ هو جاب لي هنا ده مستر وبياخد سالري كام؟ 4000 صح؟ طيب عشان احنا قايلين اقل من او يساوي 4000، قايلين اقل من او يساوي 4000 صح؟ طيب الفكره الغلطه جت، او احنا كنا متخيلين ان احنا عايزين كل الناس استاذ او دكتور. تمام، احنا السؤال كان بيقول ايه؟ عايزين كل البيانات التيتشرز اذا كانت رتبتهم دكتور او استاذ، ويكون واللي يكون مرتبهم اقل من او يساوي الايه؟ ال 4000. فلما انت تيجي تفكر في الحل ده هتلاقي ان الدكاتره ما طلعتش، هو مفترض ايه؟ دكتور او مستر خلاص، والناس اللي اقل من او يساوي 4000. فالمعنى بقى مختلف، فهنا يعتبر النتيجه بتاعتك نتيجه غلط. لو انت عايز كل الناس الاستاذ او دكتور خلاص، وعايز الناس اللي اقل من الايه؟ 4000. فهمت الفكره؟ يعني منهم هم امال من حد تاني؟ يعني ايوه قول لي النيه اللي عندك ايه. يعني ايه بقى منهم هم مش منهم هم؟ انا فاهمكم انا اقصد ايه، عشان بس نعم. لا ربنا يخليك. انا الحل الوقت هيبقى ايه؟ انت عايز تقول ان الرانك يكون مستر او يكون دكتور، والسالري يكون اصغر منها وتساوي الايه؟ ال 4000. جابت لك نفس الشخص، طب هل المعنى هنا اختلف ولا ما اختلفش؟ هو اللي بيتنافس الاول الاور ولا الانت؟ طيب انت تقول مش تفرق. طيب انا هلعب كذا لعبه كده معاكم وركزوا معايا فيها. تمام، لو كانت القوس مش هنا، لو كان القوس مش هنا، احنا قلنا الانت تنفذ الاول، كان يبقى الاصل شغال ازاي كده؟ اهو انت ماشي لا مش معيش المايك. ها؟ لا مش عايز، انا بقول لك اللي موجود. تقول لي انا عايز وانا بمزاجك؟ هيقول دي هتعمل ايه؟ يقول لا انا مش عايز كده، انا عايز السلاسه الواضحه يعني. ده واحد بس كده عشان اقدر الاحظ ويقصد ايه.
يعني اي مستر هيطلع او اي دكتور مرتبه اقل من 4000. فهمتوا؟ يعني كل الناس اللي هي مش دكاتره طالعه، بس لو في دكتور مرتبه اقل من 4000 هاته. بقى المعنى كده نسل او السبلو الكويري ولا ايه؟ ولا ايه؟ طيب يعني الاوتر بوي طب لو احنا قلنا اوردر باي مين بقت ايه؟ لا لا بترتب الابجد ايه هنا؟ تصاعدي يعني ولا تنازلي؟ يجي ايه من الصغير للكبير تمام؟ يعني تصاعد تمام؟ يعني إيه لو انا جيت كده وعايز احدد ترتيب اخر، لو قلت عملت كده ديسك اللي هي ديسندنج يعني فجاب سلوى في الاخر وجاب عادل في جاب سلوى في الاول وجاب عادل في الاخر تمام؟ طيب لو انا جيت قمت عامل كده حدد عدت عليه دي تاني حرف تاني حرف تاني حرف ده بالنية برضو يعني نيتك ان هي تاني حرف فجت كده طبعا تاني كله مش تاني حرف تمام انت ممكن لا دي كده بقى نخش في قصه ثانيه تاني حرف بتاع ايه؟ ما فيش اصلا فانت كده اصلا كده انت بتتكلم في تاني حرف بتاع ايه؟ تمام ما كانش ينفع اصلا يبقى كده الكلام طيب تاني كولوم بقى يعني ممكن اكتب رقم الكولوم اللي انا عايز اشتغل عليه يعني تمام طب لو انا جيت قمت قايل كده مثلا النيم وقلنا البي ديت وكتبنا بعد البي ديت ديس كده طبعا دي خلاص دي كده حتى لو ما كتبتش اسندنج كده كده وما كتبتش ودي ديسندنج لو ما كتبتش هل دي تساوي دي لسه هكتبها صفر وبيرتب على اخر اوردر خلف انا سؤالي ايه الاجابات الغريبه؟ انا سؤالي كان ايه؟ هل دي هي دي؟ تقول لا دي الثانيه اللي راحت هناك دي اللي هتجيب النتيجه، الا يعني فين السؤال وفين الاجابه؟ لا هي بس هنا هيرتب ايوه ايه في العرض يعني؟ لا لا طبعا هو العرض المسؤول عن العرض السلكت مش الاوردر ايوه خلاص ماشيه هي هي ماشيه هي توكل على الله لا طبعا مش هي خالص مش هي خالص وعشان اوضحها لك وتبقى واضحه معاك قوي اخلي بس النيم اخليها جندر على النتيجه تبدا تظبطها لنا هي نفس الفكره بس هنا هيعمل ايه بقى عشان تبقى واضحه معاك هيجيب الجندر الاول عند الام وعند الاف مين الاول من الاسندنج الاف هتيجي الفيميل الاول يجيب كل الفيميلز وبعدين كل الميلز تحتيهم ماشي وبعدين يجي عند الفيميلز بقى جواهم يعمل الديسندنج للبيديت الثانيه بقى مش كده الاول هيرتب بالبيديت ديسندنج بالبيديت وكل وارد يبقى طلبه كتير نفس السن يمسك بقى السن ده كله يبدا يرتبهم بقى في ميل يجوا الاول والميل يجوا تحتيه. نتيجه مختلفه كليا. شوف ما وضحتش صح؟ هوضحها لكم نبسطها كمان. ادي الرانك اهو. بس انا عارف التواريخ لما بتخش بتخلي تاني في الرانك.
بقى الوضع ايه؟ طب ما تيجي نجرب. نجرب الاولى وبعدين نجرب الثانيه. خدوا بالكم احنا الجندر الاول فاجيب الفيميلز والرانك يخش جواهم. يعني اجي كده اهو. ما تسالوهاش قوي كده عشان انا قلت لكم انا ممكن اجيب لكم الكود مكتوب واقول لكم النتيجه ايه. تمام؟ انا هو اللي حصل انا ده اللي يهمني. جاب فيميل فيميل. دكتور وبعد كده ما فيش. اهي جاب الميلز بقى. جاب البروف دكتورز وبعد كده المستر وبعد كده الدكتور. خلاص كده؟ افتكروا النتيجه دي. شايفينها؟ لو جينا تاني نتيجته مختلفة كليا مش ده بيعمل ايه؟ الرانك يجي بالعكس الاول فتلاقي ايه بقى؟ مسك البروف وبعد كده المسترز وبعد كده الدكتورز مبدئيا كده الاول وبعد كده يشوف موضوع الايه؟ الميل والفيميل فانت لو بصيت على الميل والفيميل هتقول ايه ده؟ البرنامج ده بيخرف ليه؟ ام 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 اف ام اف ليه ده ما رتبهمش كده غلط هو مش غلط هو مسك الايه لا بالرانك الاول مسك البروف دكتورز الاول اهم الاربعه اللي عنده لقاهم كلهم ميلز طيب المستر هو واحد ميل وخلصنا الدكتورز حط الفيميل الاول وبعد كده حط مين حط الميل وفي النال ما كانش فيه غير فيميل فهمتوا فالمعنى هو طبعا شوف اللي انت عايزه بقى انت المهم فهمتها؟ بس هو صح احنا كده خلصنا داخلين على الجوينت. على فكره